أريد نعم. شخص يقلد السيد وبعد وفاة عدل السيد السيستاني، هل العدول صحيح؟ لا، إذا مباشرة لا. الآن ممكن، لأنه هو من يقول بجواز العدول، لكن إذا مباشرة بعد وفاته لا، عدوله مو صحيح، أصلا عدوله باطل. ليش التقية مفعلة؟ يعني لا زيارة لا حضور جرح إمام. أنا مثل ابن خريج جواب شاف. شنو ما فهمت؟ شنو ما فهمت؟ كلامك مو واضح أصلا، كلامك مو واضح. شنو التقية مفعلة؟ شنو التقية مفعلة؟ وين التقية مفعلة؟ ما فهمت سؤالك، جدا مو واضح. أقول ليش الجماعة ما جا يخلونه؟ ما حكم الصلاة دون تقليد المرجع؟ يا عزيزي روح للفقيه وسأله، قل له إذا أصلي من دون مرجع الفقيه، هو يعطيك الجواب، لأنها قضية فقهية. إذا كانت الإعلامية تقاس بالآثار العلمية، فالعقل يحكم برجاحة السيد الحيدري على السيد السيستاني وغيره. لا يا أختي، لا يا أختي، لا بنتي. أولاً السيد الحيدري ما عنده مؤلفات، المؤلفات اللي طلعت وطلعت وخبصونا بيها طلعت كلها مبيوقة، فإذا السيد الحيدري ما عنده ولا مؤلف. فإذا على قياس كثرة المؤلفات السيد الحيدري يصير لك طالب من طلابي، لأن أنا قش عنده مؤلفات لي، وهو حتى مؤلف واحد ما عنده. أما هاي الكتب اللي طابعها، فهاي الكتب مو مالته، هو بايكها وطابعها. واضحة؟ أنا عندي واضح. شنو رأيك بالشيخ عثمان الخميس؟ عزيزي هذا ما يسوى واحد يرد عليه أساسا. هذا شنو؟ يومية حكاية. مرات يرد على روحه هذا. شلون شلون؟ اقصد السؤال، مرجع ليش لازم دار مثل دار زياره عزيزي؟ شو العلاقه هذا؟ هو مرجع على مود يزور؟ لو مرجع على مود يفتي، انت شو لك علاقه يزور ولا ما يزور؟ ومن يقول هو ما يزور اكثر من عندنا؟ ليش هي الزياره واقفه علينا؟ يعني الان انت تتوقع هذا الشيخ الوحيد الخراساني قاعد في قم، احنا جاي نزور امير المؤمنين اكثر منه؟ لان هي الزياره مو الزياره اما عن بعد واما عن قرب. من كان قريبا وكان متمكنا من الزياره الأفضل أن يزور عن قرب، ومن كان بعيدا أو لا يتمكن من الزيارة عن قرب يزور عن بعد. من الذي قال بأن القريب سيكون أفضل من البعيد؟ من؟ يعني هاي المقاييس اللي عندكم مقاييس معكوسة. هل نحن الشيعة كلنا في الجنة؟ لا عزيزي مو صحيح، ما الشيعة كلنا في الجنة. هذا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.